السلام عليكم غزاله ديالي، كديري لاباس عليكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله هانتوما كيف ما شفتوا معايا عندي هنايا البطاطا هاد البريوات ديجا وجدتهم معاكم، وجدتهم على شكل سيجار هانتوما. هنايا عندي ورقه البسطيله الكبيره، غير هاد المره غادي نعمل تقريبا نفس المقادير. انا غادي ننزل لكم الرابط في صندوق الوصف باش تدخلوا تشوفوا السيجار اللي وجدت معكم وطيبتهم. هاد المره هادي ما غاديش نطيبهم، غادي نحتفظ بهم في المجمد ان شاء الله باذن الله. غادي نخدمهم قدامكم. هنايا عندي واحد الكيلونس ديال البطاطا اللي رجعتها سلقتها غير في الماء صافي، من بعد قشرتها ومعكتها مزيان حتى رجعتها لابوري، وضفت ليها شويه ديال الملح وراس المعلقه ديال الابزار وراس المعلقه ديال الفلفل الحار وكذلك راس المعلقه ديال الكمون وجوج حبات من الجبن المثلث الى عندكم توفر ضيفوه، الا ما عندكمش ممكن تستغناو عليه. وضفت كذلك معلقه كبيره من الزبده، يعني زبده عادي ديال البواط، وصافي. ومعلقه كبيره ديال القزبر والمعدنوس ومعلقه كذلك كبيره ديال زيت الزيتون صافي. معكت الكل مزيان مزيان، خلطتهم مع بعضهم جيدا. اللي بغى يضيف الثوم يضيفو، انا ما كنضيفش لهاد السيجار الثوم. وكذلك غادي نضيف لهم، ما غاديش نعملهم غير بهذا الخليط ديال البطاطا والتوابل فقط، غادي نضيف لهم كيف كتلاحظوا معايا هنا الطون. الطونه انا شريت هاد النوعيه هادي فيها 1 كيلوغرام كيف كتشوفوا معايا، كي غتنفعكم يعني في لي بيتزا في السيجار ديالكم في بزاف ديال الحاجات. يعني ماشي غادي تبقاو كل مره تشريو وحده صغيره ولا هادي، شريو وحده كبيره هكا ديال الكيلو، وكاينه كذلك حتى ديال 2 كيلو 3 كيلو غادي تنفعكم صافي. غادي نفتحها وغادي نضيف الخليط ديالي ديال هاد البطاطا، واحد 3 المعالقات كبار من هاد الطونه هادي، 3 المعالقات حتى لربعة، ونخلط مزيان مزيان صافي. ونبدا نعمر البريوات او السيجار ديالي. الورقه ها هي شريت لها، انا هاد المره شريت الورقه الكبيره ما شريتش الصغيره. خليكم معايا باش تشوفوني كيفاش غادي ندير، غادي نوريكم على الاقل واحد الوحده ولا جوج ونكمل الخدمه ديالي، وغنخلي لكم الرابط وهي طايبه كيفاش يعني كيفاش كتجي. ها انتم معايا، اذا جبتوا الورقه صغيره غادي تخدموا بها بحال هكاك صغيره، يعني غتجيكم سيجاره وحده في كل حبه من هاد الورقه. اذا جبتوها كبيره غادي تقسموها على زوج بالمقص، تقسموها على زوج صافي، وتبقاو تخدموا هكا ورقه ورقه، كل نص ورقه تجيكم فيها سيجار. المهم انا غادي نبدا واحد الكونسيتي، وملي يبقاو لي تقريبا شي 5 حتى 6 الحبات غادي نوريكم الاكزامبل. ها انتما كيف كتلاحظوا معايا قسمت الورقه ديالي على زوج، وضروري الكميه اللي ما غاديش تخدموا بها احتفظوا بها في البلاستيك باش ما تنشفش ليكم صافي. غادي نبدا دابا، غادي ناخذ الورقه ديالي هذا الشكل، ناخذ الورقه الاولى. الا كانت الورقه ديالكم ناشفه دهنوها بشويه ديال الزبده، الا كانت صافي يعني مزيته مزيان من عند مولاها لا داعي انكم تدهنوها، ودائما تخدموا بالجهه الحرشه هي اللي تكون من الداخل، والجهه اللي رطبه هي اللي من التحت. كنظن الطريقه مفهومه صافي. كتشدوا الورقه ديالكم دهنوها كيف قلت لكم الزبده، وتقادوا البطاطا ديالكم هنايا واحد المعلقه هكاك، تاخذوا هاد الجهه بهذا الشكل هذا، وتجروا الورقه من هنا، عاود مره اخرى من هنا. بالنسبه للناس اللي غادي يعني اللي مبتدئات بغات تعملها اول مره، من الاحسن تعملها بالورقه صغيره لانها عمليه وكتجي سهله صافي. ندهن بشويه من الزبده ونروليها على شكل سيجار كيكون احسن، كيجي زوين. هاد الاخر ديال الورقه نقطعو باش تجيني مقاده، في الاخير تهم شويه ديال الزبده هكا صافي.
تنزلوها راه كتجي زوينه تديروا لها غير شي ضغطه صغيره ملي تكونوا كتروليو فيهم زيروهم شويه مزيان قلت لكم ما تعمروهمش صافي وكيبقاو مزيانين وغادي نستمر بهذا الشكل هذا حتى نكمل لي سيكار ديالي كاملين ونرجع نتلاقى معكم نص الكميه غادي نعملها غير بالشكل ديال البطاطا بحال هكا يعني بنفس طريقه السيكار اللي عملته معكم فيديو سابق اللي غنخلي لكم قلت لكم الرابط ديالو ونص الكميه اللي غيبقى ليا هو اللي غادي نضيف ليه الطونه اللي وريتكم ها انتما الغزالات ديالي بعد ما فتحت هذه ديال الطون ها انتما تشوفوا كيفاش دايره زوينه بزاف بزاف ها انتما كنصحكم تاخذوها راها زوينه ماركه زوينه عندكم هادي وحده اخرى واقيلا سميتها طام بجوج بهم زوينين ولكن هادي عجبتني كثر كتاخذوا القياس اللي غادي يكفاكم وتخلطوا انا غادي نخلط او ميم طون لقيت بانه خصني نزيد غنزيد صافي غنخلط مزيان مزيان بالنسبه لهذوك اللي درت فيهم غير البطاطا ها هما ضروري ملي تروليوهم وتصاوبوهم تغطيهم بلاستيكه باش ما يتشققوش باش يبقاو مزيانين ما يتشققوش ديروا ليهم البلاستيكه بهذا الشكل صوبت من هادو ديال البطاطا بوحديهم 25 حبه ودابا غادي نصوب من هادو ديال الطون حتى هما وشوف واش غتجيني شي 30 حبه ولا اكثر المهم راه تبارك الله هاد الورقه الكبيره عطاتني الخير والبركه فيها بزاف خديت غير كيلو ديال الورقه وكيف قلت لكم البطاطا كيلو ونص غادي نزيد مازال هاد شويه وبالنسبه لهادشي اللي بقى عندي ديال الطونه الا خديتو حتى نتوما هادي ديال الكيلو هادشي اللي غادي يبقى غادي نخويه بالزيت ديالو فواحد القرعه زجاجيه صافي غادي نحرك وفي نفس الوقت غادي نبدا نعمر السيكار ديالي بنفس الطريقه اللي عمرت بها الاولين ونرجعوا نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش نحتفظوا بهم بالنسبه لطريقه الاحتفاظ كتاخذوا بلاستيكات غذائيه يعني سواء هذيك اللي كتكون عباره عن تخوس اولا هادو اللي سامبل عاديين راه كتشرى الباكي ديالهم 160 ريال اولا تعملوا اون بواط بلاستيك كبيره الا عندكم فريغو كبير وغادي يتسع لكم الحجم وتعمروه وديروا فيه هادشي ولكن ما بين الطبقه والطبقه عملوا سلوفان اولا شي بلاستيكه المهم انتما بحال هكا هذا البلاستيك العادي اللي عندي كنرتب فيه هادو ديال البطاطا وكنكتب عليهم من الفوق راه يعني راهم ديال البطاطا صافي كندير فيها بحال هكا خمسه ديال الحبات كنجي عاوتاني هنايا كنضيف خمسه اخرين يعني طريقه سهله ماشي راه كيبقاو انا عملتهم العام اللي فات تبارك الله يا ربي العام اللي فات راني عملت 105 ديال الحبات 105 د الحبات متنوعين ديال البطاطا ديال البطاطا والطون الا رجعتوا لقناتي الاولى غتلقاو راني عملت منهم بزاف عملت ديال العدان ديال الكفته بقاو ليا حتى فات العيد عيد الفطر يعني مزيانين غادي يا اما كديروا ليها بحال هكا وكتاخذوا واحد اللاصق بحال هكا وتلصقوا ولا ديروا لهم بحال هكا وتعملوهم في اون بواط وتكتبوا هنايا بان هذه مثلا راه ديال البطاطا الاخرين عاوتاني ديال البطاطا والطون المهم كنظن قلال الفكره راها مفهومه صافي كتدخلوهم للفريكو كتنزلوا وحده على وحده بحال هكا ما كيوقع ليهم والو كيبقاو مزيانين غير الدرجه ديال الفريكو ديالكم ديال البروده كتعملوا فيها مثلا بحال عامله انا كتعملوا فيها ناقص 16 ما تعملوش اكثر وصافي هذه هي طريقه الاحتفاظ وكنقول لكم احبابي نتمنى حلقه اليوم تعجبكم وتنال استحسانكم ما تنساوش دعمي بلي لايك وشاركوا في قناه نبيله استريلا طبعا اذا عجبكم الفيديو وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد كنقول لكم صحه وراحه دمتم بخير والى اللقاء ان شاء الله نلتقوا في فيديو جديد اللي غادي نوريكم شكل اخر من البريوات ها انتما كيف كتشوفوا هنايا كتبت عليهم بانهم راهم ديال البطاطا واللي ديال الطون غنكتب عليهم الطون وما تنساوش ملي تبغيو تخدموا بهم في شهر رمضان الفاضل ان شاء الله غينفعوكم في الفطور وكذلك في السحور يعني تاخذوهم كتعملوهم في طاوله الفرن كدهنوهم من الفوق بالزبده يعني الزبده سواء دايبه ولا ما دايبهش كدهنوا بالفوق من الزبده وكترشوهم من الفوق بالفرماج احمر اللي كيكون محكوك صافي وكتدخلوهم حتى كيسيح عليهم داك الفرماج وكيتقرمشوا كيرجع لونهم ذهبي عاد باش كتخرجوهم وتنزلوهم على مائده الافطار